والسلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا يا مرحبا فيكم في الجزيرة العجيبة، جزيرة الكنز هذه اللي قاعدين نشتغل عليها حاليا. سوينا آخر مرة اللي هو فندق الماريوت، بس الحين أبغى أضيف شو؟ أبغى أضيف مول، بس أبغى أحط المول مكان إنك أنت في كل الأحوال تلاحق. خلينا نشوف شو أخبار هذا. تمام، أوكي تمام. أبغى أشوف مكان، افكر مكان نفسه هذا الحين، ان نحن ني له مشي من الفندق. لازم مشي، ما يستوي الطريقة هاي. نحط هني مول في الوسط، نحط له باثوي. خلينا نجرب هذا. اوريدي عندي تقاطع. زين، بنسوي له نكون مدخله من وين، سواء من الفندق او من الشارع هذا، عن طريق الشارع هذا نتخلى منه. والله زين، تصدقون للمول. انا طبعا مجهز مكان المول هذا، هو مو يسار هذا. شوف على البحر بعد احسن، مول وعلى البحر. ولا نقدر نسوي خط سيدا، نحطيه على البحر، ولا خليه قريب مرة ولا بعيد. لا، اخليها على البحر الطريقة هاي. سوي له ممشى، شوفوا المول على البحر دايركت. لحظة، انا عندي باركنات حق شو، مو على اساس هاي اللي بركنوا في نص الشارع. ممنوع الوقوف، ممنوع الوقوف، ممنوع ممنوع. ليش يوقفون لنا هنا سؤال؟ ترى عندي باركنات انا، تم بارك، تعالوا باركنوا هنا. هذا باركن، ها شو لازم توقفوا لي في نص الشارع تنشبوا لي من ها هني بعد يود. بس وقفوا الباركن، شو ضارنكم يعني؟ شو ضارنكم توقفوا الباركن؟ لحظة، هل سوي باركن جنب المول ولا في وجه المول؟ لا، نسوي باركن بسكيورتي. لا، نبغى نسوي، شوف شو باركنات عندنا، شو الباركن اللي اجيب. انا ما احس انه باركن اصلا، هذا باركن باركنين. والله ما يبغى تكون صدق، المول نفسه فيه باركنات. فإذا بحطي باركنج لازم يكون يمكن اندر جراوند باركنج. وين كان؟ ما يبالي يبالي الحين بس نرتب الممشى. فأنا طالع من قدام باب الفندق، وابا ارد اكيوباي، ابا اتمشى لوين؟ لين هذا المول. شو بسوي؟ ابي هني قبل ابا اتمشى. طبعا ما بحط هنا شي شكلي اصلا. هذا الممشى، بس ممشى شوي غلط. لحظة، أنا أسوي ممشى عدل. أوكي، الحين استوى أنا ممشى، أقدر أسميه ممشى. يمشون الناس هني حول الفندق، حول شو اسمه الدنيا. وفي نفس الوقت إذا في عندي ناس تبى تطوف من قدام الفندق لازم تقدر تطوف. خيبة كيف خبصتم؟ حد بيستعمله هذا؟
بس فنان والله. قدام باب الفندق مرة إشارة. هذا لازم أسويه عند المدارس ترى. المدارس أنا ما قاعد أسويه. ما هي المشكلة؟ المشكلة إن نحن المدارس ما قاعد تسوي سوالف. الملاعب بتكون ورا الصوب الثاني من الجزيرة. بسوي استاد. بس ما بحط ما أظني. ما أظني. بيكون عندي كم من عمارة معدودات. ودس ست يعني. باقي بمبين تجاريات وغيرها. والله جميل الصراحة. بس ما حد قاعد يستعمله. هاي اللي قاعد يدرسون العالم هني ويتوكلون. شوفوا شو السالفة. المهم في مكان يروحون المول. وين ساير هذا؟ Not enough water. نسيت موضوع الماي انا. باركس كراج كارغو ديث الدنيا. الحين نبغى ديث كير. ديث كير راح يكون يسير اتجاه هذا الشارع. هني بنسويه بريك ستريت كامل يطلع من هنا. هاي نسميه نهاية الشارع نحن خلاص. هذا هني نوصل لي وين؟ لين هني. بس آخر شيء ما ينفع يكون شارع. لحظة، سافرت بحياتكم دول أوروبية وشفتوا شارع؟ لا صح؟ بيكون شو؟ هني ديرت ودايما باص وداعس تمشي مليون ما نعرف سالفته. وفي مطاعم حولهم. هاي أماكن حق مطاعم. هني ما بحط شيء. ما بحط شيء. بس أنا الحين سأخطط أماكن الجزيرة. بس خلاص الشارع هني ينتهي يستوي ظلمة. ما حد بيه في الليل. من يطالع اثار في الليل؟ حد يطالع اثار في الليل؟ ما حد. خليهم برايهم ليه يطالعون اثار؟ ناقصنهم انا قاعد طالع اثار اخر الليل. بيسرقون حرامية اصلا صدق. هذا ليش زحمة هني؟ شارع رئيسي يعني. بس ما عندي غير الموري. اكيد زحمة هناك بتروح يعني. بس يحيى الحياة الناس تروح يعني. نويز عالي عندهم شوي يقول. شو ناقصنا المكان؟ المكان ناقصنا كاكين. وبها دكان. هني دكان. هني هني دكان. ها ممشى. طبعا ما بحط شيء هني. ما بحط شيء هني. وبا عند الدكاكين. كهرباء. وبا ماي. اقول شو يشتكون ماي. ما شي ماي. دائما يشتكون من الماي. هم سوي سبب للزحمة هني عرفتوا. ما شي زحمة هني. بنحط مطاعم ماي عقب يعني. فندق ومطاعم على الماي. يبالا هني المنطقة مظلات وحركات وممشى كامل وحديقة تحت. نزل لشارع من هني. شارع سيارة. خلنا نشوف صديقنا الفندق. الحين هني جنب الفندق جنب المول سوري. ابا شارع يطلع. بس هالشارع ما بحب. ما بها زحمة. شو اهم مكان استجمام. مش مكان عمل. من الاخر هذا المكان مش مسواي. انا مش قاعد اصممه حق عمل. من الاخر نقولكم اياها. هذا ما بوصله هنا. مع انه في تقاطع. بس يمكن كان سلا اصلا اللي ما حطيت شيء عليه. هذا مكان دلع. اللي يجي هني يستانس. وين الهلث اللحظة. مش هذا. ايوه. ك
كوميونيتي بول، حاطين مسبح هني مسبح عند الفندق احسن، ولا ورا الفندق حاطين مسبح؟ اي نبغى ورا الفندق مسبح. يعني انا عن ما يعتبر تابع للفندق نوعا ما، بعتبر تابع لمنو؟ للفندق. نحط هني مسبح، نحط كروسووك من الفندق هني، نرقد عريسها بشو بول هني، بول للفندق نوع من انواع السبا. الحين لو تروحون فندق انت شو تحصلون؟ تحصلون عندهم مسبح، عندهم دنيا، بس هو مش للي ساكنين في الفندق، بس يكون لكل حد تقريبا. فنحن نفس المبدأ هني شغال يعني. انا هذا بيكون تابع لمنو؟ تابع للفندق، بس ممكن كل حد انه يستعمله. ليش؟ لانه هو تابع للفندق. تروحون تدفعون هناك ما ادري 50 درهم، ما اعرف كم، 100 درهم، 200 درهم. شفت الخطار تبغى خطف من تحت؟ 100 درهم اي شيء، نسوي حوله ممشى. انزين هذا ممشى حوله، ونبغى شوي شير، ابغى الشير يغطي المكان، يستر شوي على المنطقة، على اساس انه اساس انه مسبح. ايوه خلي الناس اللي بالمسبح والممشى يستانسون في المكان من غير زحمة ازعاج. ايوه عم ازرع زراعة يعني بقضية. ما مش يمكن حد بيجي من الصوب الثاني. نمشي للصوب الثاني. أوه ايوه هذا بيكون فندق يعني. هذا الفندق، هذا الفاسيلتيز ولا الاشياء اللي تحصلها مع الفندق، هاي تكون شغلات حلوة، شغلات جميلة. بس بعد ناقصنا مطعم. ابا مطعم، مطعمي المفضل وينه؟ وين صار المطعم مالي؟ اخ خله، خلاص دام حطيت خله ما بشله. وين صار المطعم مالنا يا جماعة الخير؟ صدقون نسيت مكانه. ليكون هذا هو، شوفوا هني يكون عندنا بعد عند الشير مطاعم جنب البول. يعني المسبح خلصت كلت، وهذا عند لا شبعت. شو تسوي؟ تبرق الموتور، تتغدى، تروح المسبح، تستانس. 2x4 وين؟ ايت باي ايت، ما نبغى 2x4 نبغى. هذا مزرعة على فكرة، هذا تشوفونه، هذا بنشتغل عليه عقب. أظني مزرعة يعتبر، أعتقد هذا بنشتغل على شغلة عقب، بس مش هني. عقب بنسوي منطقة مسبخها شوي وسوي اجريكلتشر. خطة عجيبة بتشوفونها عقب شي. ايوه هذا هو. افا لازم احرك هذا شوي، ما بيعطيني بيلدينج زون. لا ما بيعطيني،
زين ممكن شو اسوي؟ احط الباركن نفسه هني واشله. هذا مال غصب. هذا مال غصب. مباركن ما في حد يبركني. حلو، اصلا ارتحنا من شغلة الناس اللي توقف في نص الشارع. ما بحد يوقف، ما بأي حد يوقف هني. مع نفسكم سوري برا، وقفوا هني. هاي وقفوا هني وامشوا، مو مشكلة. في كروس ووك قريب، مو بحط لكم بعد حتى كروس ووك. ما تبون الفندق محلى، مسبح ومطاعم وخدمات. الحين شو يبالنا وسط هذا كله؟ لازم يكون في ناس ساكنة، يعني لابد. لحظة، دام عندنا شير هناك حطينا هذا وحطيناه، خلنا نشوف يركب هني. هذا يقعد مكانه هني. ايوه يستوي، كيف ما يستوي؟ ده مضبوط مكانه، رقم واحد. بس هني ايوه، منها يغطي شوية العيوب، منها شو يسوي مكان الناس تمشي منه لوين؟ لين هني. شو البكب هذا؟ جديد مو؟ من كوبر. حركات سيارات منزل. انا كار سبوك، ما في سيارات مختلفة شوي. شوف 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 لو لاند فاليو. هلا اشوف اللاند فاليو عالي، ممتاز. ليش دورية هني؟ ايه سخين واحد. نشوفه نرد المركز، شوفوا كيف يرد المركز. شارع خضر، ها فتحت والله حلو. شوف فانكشنال كلهم، بس اول ما يوصل لك انت تخضر على طول. عدولية واسطة. اوه عندهم دونتس، لازم دونتس. شرطة امريكية من غير دونتس ما يضبط. هلا بالبكب. هلا ايش في باركنات؟ ليش يبكون هني؟ ايش يبون يبركنوا هني؟ سير الباركنات يا بابا، ما حد يوقف هني. ممنوع الوقوف على الشارع منعا باتا. تبون توقفون؟ شوف في باركنات فاضية بعد. في زحمة ترينز، ما اعرف اذا في زحمة ترينز، بس فنان فنان فنان. شوف تحت دعاية سيارة، دنيا حركات. بنسوي ابو مستشفى، بس يعني مستشفى بنسير لغير. هذا راح يكون بعد منطقة شوي استجمامية. هني كامل خلاص تابع الفندق. بس شو ابى اسوي؟ ابى قريب نص المدينة يكون في شوي مكاتب. هالشارع ما بحط عليه شيء، بحط داخل بس. ابى مكاتب بحطيها هني، عمارة واحدة بحطيه هني، عمارة ثانية مكاتب وبحطه هني، عمارة ثالثة. لا ها مو خلاص، حط هني كم من عمارة حق المكاتب. والناس وين بتكون ساكنة؟ تروح الدوام ترجع. الناس الحين أكثرها ساكنة هني. ناس اكثرها ساكنة وين؟ هني. اللي هو مكان اكثر ممتاز ترى. اوكي تعالوا سوي لكم سولار صغير بروحكم. ورا المبنى من داخل
عندنا ناس وديهم يبون مسكين كاسر خاطري. خلنا نسوي موقف له من هني يطلع يروح. أبا الفندق إلى نص داون تاون فندق نص المدينة نص المدينة ويرجع يوقف عند الفندق على أساس يودي الناس أماكن قريبة من بعض. أنا بدأت تسكل زيرة. بس شو بسوي الحين هني أو هني 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 ببدأ بشو؟ وين التوي نورمال رود العادي؟ في تقاطع عندي جاهز. لحظة هيا راح يكون عماير هني. في ناس لازم تداوم ترى، وهاي اللي راح يداومون على العمل الحين. اهم شي انهم يداومون على شو؟ على العمل. هاي اللي هني وكهرباء. داخل عماير ما اعرف كيف تصل الشمس، بس يلا افترض انه في شمس. هاي الناس اللي راح تداوم هني. محتاجين بيوت ترى، لازم تكون منطقة فيها سكان وناس وعالم، مش بس كله حياته. يو يا هذا. المهم هاي كانت حلقة اليوم، وخلصنا الجراند هوتيل، وكمل الجزيرة ان شاء الله في حلقة قادمة. فالسلام عليكم ورحمة الله.